أن الكلمة لسيد وزير الداخلية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بفك العزلة عن المناطق المتضررة من التساقطات الثلجية. تفضل سيد الوزير. سيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، إن التساقطات المطرية والثلجية ذات الطابع الاستثنائي التي عرفتها بلادنا هذه السنة في العديد من المناطق، والتي سيكون لها بلا شك انعكاسات إيجابية على الموسم الفلاحي وتعزيز الفرشة المائية وإغناء حقينة السدود، تطرح تحديات مرتبطة بمواجهة آثار البرد والعزلة التي قد تعرفها بعض المناطق خاصة الجبلية منها بسبب انقطاع الطرق والمسالك. أمام هذه الوضعية التي تطرحها موجة البرد وتساقط الثلوج، حرصت مختلف مصالح وزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية المعنية على التجند والتعبئة منذ شهور وفق مقاربة استباقية من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة الكفيلة بدعم الساكنة المحلية والتخفيف من الآثار السلبية للأحوال الجوية. في هذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، دأبت وزارة الداخلية على إعداد مخطط وطني سنوي شامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد وتساقط الثلوج، عن طريق تبني تدابير استباقية من شأنها مساعدة السكان المتضررين على تجاوز الوضعية الصعبة، وذلك بتفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عملية التدخل، تفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية، ضمان التموين العادل للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، السهر على توفير وتوزيع العلف للماشية نظرا لاعتماد ساكنة هذه المناطق على تربية المواشي، تحديد أماكن تخزين ونقط بيع حطب التدفئة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تأمين تدخل الفوري بواسطة مروحيات الإسعاف التابعة لكل من الدرك الملكي ووزارة الصحة لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية كالنساء الحوامل، تعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة وكذا تلك التي هي في الخواص وتموقعها بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة، مواصلة أشغال ربط هذه الدواوير والمداشر بالشبكة الهاتفية، وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تمت إقامة مستشفيين عسكريين ميدانيين بكل من إقليم شيشاوة بالجامعة القروية للعزيزة وبإقليم تنغير بالجامعة القروية لأمس مرير، كما تم إحداث مستشفى ميداني متنقل تابع لوزارة الصحة بإقليم ميدلت بدائرة إملشيل، واهتماما بالمواطنين المتأثرين بشكل مباشر بالأحوال الجوية انطلقت عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية داخل الأقاليم المحصية اللي هي 22 إقليم اللي كتشمل على 1205 دوار 60 جماعة، وخاصة الأقاليم ديال الحوز الحسيمة بني ملان أزيلال بولمان شفشاون خنيفرة إفران ميدلت توريد تارودان تازا تنغير صفرو وشيشاوة. ومن جانب آخر، انتبت المصالح متدخلة على فتح ما يقارب من 10 طرق وطنية و18 طريقا جهوية و46 طريق إقليمية، كما تم فك العزلة على أزيد من 158 دوار وتأمين الولوجية لحوالي 191 دوار صعب الولوج إليها، وذلك على إثر التساقطات الثلجية التي سجلت في بعض أقاليم المملكة، تعبئة أزيد من 729 آلية لإزاحة الثلوج، 533 منها تم توفيرها من طرف العمالة الأقاليم المعنية، السهر على ضبط عملية وضع الحواجز الثلجية لحماية مستعملي الطرقات التي من المرجح أن تعرفها انقطاعات، التكفل بأزيد من 6488 شخص بدون مأوى بإيداعهم بوحدات استقبال آمنة من أجل حمايتهم
من تداعيات موجة البرد القارس، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإنسانية لهم من طعام ومن إطعام وتطبيب، وكذا إيواء جزء مهم منهم. إحصاء وتتبع 3748 امرأة حامل، حيث تم التكفل لحد الآن ب 286 امرأة مقبلة على الولادة بالمراكز الصحية أو دور الأمومة، إسوة بما تم القيام به في الموسم الفارط. تعبئة 660 طبيب وأكثر من 1950 من الممرضين، وحوالي 43 مستشفى تابع لوزارة الصحة، وتسعة وحدات صحية متنقلة، وأكثر من 400 سيارة إسعاف خلال هذه المرحلة. مد مراكز الطلبة، دار الطالبات أو دار الطالب، والداخليات والمستشفيات والمراكز الصحية ودور الأيتام بالأغطية. برمجة وتنظيم 371 قافلة طبية في إطار تفعيل برنامج رعاية 2017-2018 لفائدة ما يفوق 207,000 شخص، لإجراء فحوصات مجانية وتوزيع الأدوية على الدواوين المعنية بموجة البرد، وذلك بتنسيق مع النسيج الجمعوي والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة. تعبئة مروحية تابعة لوزارة الصحة من أجل تقديم الدعم لفرق التدخل، وخاصة لإجلاء الحالات المستعجلة أو إيصال مساعدات الغذائية للبلد المعزولة. حث المصالح المعنية على تجهيز ملاجئ ثلوج لإيواء مستعملي الطرق عند الاقتضاء. التعاقد مع عدد إضافي من سائقي الآليات إزاحة الثلوج احترازيا لتغطية أكثر من 5000 كيلومتر من الطرقات المغطاة بالثلوج لتأمين سلاسة المرور وضمان سلامة المواطنين. تفعيل بعض التطبيقات الهاتفية لإرشاد مستعملي الطريق حول الانقطاعات المحتملة. تهيئة 900 مزول مروحية المعبأة لهذه الغاية والتابعة لمصالح الدرك الملكي والصحة ووزارة الصحة. تغطية 1075 دوار بشبكة الهاتف الخلوي، ويجني العمل على تفعيل برنامج خاص لتغطية ما تبقى بالهاتف عبر الأقمار الاصطناعية. كما يجري العمل على دراسة تعجيل شبكة محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطقس المختلفة من خلال إضافة 130 محطة موزعة على مستوى الأقاليم المعنية. السيد الرئيس، السيدة والسادة المستشارون المحترمون، لا بد من التأكيد على أن مختلف مصالح وزارة الداخلية بتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية المعنية معبأة باستمرار للتدخل والتخفيف من آثار موجة البرد. كما لا يفوتني في الختام أن أنوه بالروح العالية والتعبئة الكبيرة التي تميز جميع المتدخلين لفك العزلة ودعم الساكنة والتخفيف من آثار الأحوال الجوية من إدارة ترابية ومصالح أمنية من درك ملكي ووقاية مدنية وقوات مساعدة، وكذا ممثلي مصالح خارجية المعنية. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا السيد الوزير. في إطار التعقيب على الجواب